قديش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشت الدني ويحملوا شمسية، وانا بايام الصحو لا حدا عبرني لا حدا عبرني. برد اخي برد، برد وجفاف وعواصف وعواطف وجع قلب ويلا سلام فيكم فيديو جديد مع الكسار. لا تنسى زر الجرس، اللايك، كومنت، الاشتراك يا عزيزي يا محترم يا قائد يا زعيم. And let's go يا بيبي. That's when you know you should leave motherfucker. Fuck John. Fuck all of them. كبرنا ما تبدلنيش، شوفوا في عبيد تبدلت. تفرج دنيك ايش وليت، رجلة بالحبس تفدلك. اتيتود ما فماش، رابريت ايش ما انفضلت. بلاك ودي جانج. معنى خدر ما فماش، ايت سيجارة بليش ما انفضلك. ويا كبير يا معلم، صفاء الاولاد والبنات بسطة وتسلك، تيجي لجلج، الوضع تمام الحمد لله مشكر الله، رواق، الدنيا حلوة وأحلى سنين، بس والله برد يا أخي، نالك برد، ما في شي بيدفي يعني، تعالى كيف؟ ما في أشياء بتدفي يا كبير، تركيا ما فيها شي بيدفي، كله برد ببرد، لا بتفهم حدا ولا حدا بيفهم عليك، حصلوا يا كبير حصلوا، من ضمن فقرة اللي أنا عملتها آخر فترة، بإنه نعمل رياكشن، مش رياكشن هي، بس هيك نعد. تستمتع سوية بتركيت انا سمعها قبل وتقريبا شبه حافظها، بس انتو في ناس منكم كتير عم بتقلي اعمل رياكشن. خي انا ما بعمل رياكشن على اشياء سمعها قبل، بس خلص طالما هيك عملت هذه الفقرة قلت نسمع انا وياكم، عرفت علي كيف؟ نرجع منعيد الذكريات وبننبسط وسجلجلج الوضع، يعني مثل ما شفتوا انتو بصورة العرض سجلجلج الوضع، جابي جابي جي جي اه وكفو. ماشي يا كبير ماشي سافا الاولاد، فوتوا لعندي على انستغرام خلينا نوصل 10,000، صار لي 100 شهر بلكن خلينا نوصل لل 10,000، في 10,000 الله لا يكسر حدا. حصلوا يا كبير بلا ما اطول عليكم بالحديث، فنجعلها حريقه يا معلم يا كبير يا قائد يا محترم. دجالين من ربي ما يخافوش، فضلوا بالماء وما صلوش، سحروا من خير الله وما صاموش. منافقين قبي قبي، منافقين قبي قبي. هيدا ارماستا بالفيديو معك، هي اول مره بنتبه له صراحه. لك برو هيدا التراك افخم تراك بالتاريخ بتصير صراحه. جابي جابي اللي بده يسال شو معنى جابي جابي، بمعنى بتيجي بمعنى سيء سيء او مش منيح، عرفت علي كيف؟ او زبالي يعني، الوضع زبالي، الوضع سجلجلج منو منيح، عرفت علي كيف؟ فجابي جابي بتيجي بهذا المعنى. حصله يا كبير هيدا التراك انا اول ما سمعته قلت اوف شنو هذا، عرفت علي شو هذا سيكواسا، شو قاعد عم بسمعنا شي فخم. هلا ما كنت افهم شو معنى جابي جابي، انا بعدين عملت عنا سيرش وصرت اعرف شو هي معناتها الكلمات. فاتمنى اللي يسمع غنية تعجبه يروح يعمل سيرش على الكلمات تفهم موضوع الغنية، عرفت علي كيف؟ فهو هون عم بيحكي عن الوضع بالبلد اجمالا بشكل عام، عرفت علي؟ وهذه سوبر قديمة ما بعرف صار لك كم سنة نازلة، يعني هذه من الاولد باد جولد يا كبير، يعني سجلجلج الوضع، عرفت؟ ماشي يا كبير، ان شاء الله ما تخلص بطارية الكاميرا مثل ما صار معنا باخر فيديو، كفي. عايش في خير، ولده ينجح والفيل يطير، المعلم مجرف مسامر، والجيل ضاع بلا مسير، التعليم جبي جبي، التعليم جبي جبي. لحظة، في بار أنا بدي أسألكم عنه ونسيت، في بار عم بيقول فيه والفيل قاعد بيطير، شو معناته؟ شو قصده فيها الفيل قاعد بيطير؟ هذه في يمكن من وراها حكاية أو شيء، بدي أعرف أنا، بدي أفهم شو معناتها هذه. المذيع قاعد يبيع حنجة فياس مقوي في التلكين، السيستم قبي قبي. السيستم قبي قبي.
ركز معي بالبيت، انت ركز معي بالبيت. هذا البيت معمول مدري من كم سنة لورا. انت بتعرف البروديوسر اللي عمل هذا البيت قديش هو وحش؟ انت عم تعطيه قيمة لهذا التراك؟ انت كبير وانت قاعد عم تسمع، هذه تحفة فنية تعتبر يا كبير. كبي كبي هستحليلي كفي نخبي ميني نشوف كان في ولادي نحو الباقات عبي عبي نقولك فما ربي من قرطاج البيت الصالة من تعليم قرية بتعلم سرقة شعالهم فما حد يقول سوري عالحالة ذي زيدي شوية ريقي وراب وهماجية غريب ولن متهوية من التعريف والبلد حرية هجم مذبية قيد فوتو جاد كبي كبي شكبي بلو حتى نموتو هذايا موضوع جبرة فوتو كيفاش زوالي تجيب قوتو كيفاش همل في كراسي خروتو كيفاش حق تكلمتو وين صوتو تزيد موتو تزيد عفسه تزيد شوتو حكم القديمة بي دخلاني ما هو راضي مرارة المر شربنا جيجا معلم يا وحش هوني قتلها بالفلو. شفت الفلو؟ هلا الرايم تقريبا كان كله نفس الشيء عرفت، بس كانت لذيذه سوبر لذيذه وحلوه على الاذن. ليش يا كبير؟ لانه في احيانا رابرات بتقول لك نفس الرايم اللي هو القافيه مثلا او تلاقيها الفيرس كله على الاو، بس بتمل بتزهق من هذا الرايم من هذه القافيه. بس جيجا قالوا بطريقه لا سلسه وحلوه على الاذن مع البيت طلع شيء بومباستيك يعني. القلب ما بيفاضي امي ما تعبوا بالاحباس تمعنا من دون الناس يتحليل قبي قبي يلعدال قبي قبي يا حسرة لقبل كنا صغار فرحانين حيوا في العالم للبلاد محترمين فكرت صغري يلمكتب واللي سي يا اخي شوف المواضيع اللي كان ينحكى فيها قبل. تمام التمام عزو شي فخم، تحب تسمع الماضي ما بتحب تسمع اللي عم بيصير هلا، عرفت علي كيف؟ انا عم بنحكى هلا ما بتحسه مدري كيف يا زلمه. والله صراحه اذا بتحطيني انا مقارنه بين اغاني قبل واغاني هلا، انا بقول لك لا قبل كانت احلى، كان في بوقتها ما بعرف تحس انه عم بيحكي عن القضيه صح. انا عم بحكي بشكل عام مش عم بحكي على جيجي او كافون، لهلا بعدهم جيجي او كافون بيعملوا اشياء وبتوب، بس عم بحكي بشكل عام انه عندك قبل كانت المواضيع كان الرابر او الارتست او اي حدا بالخاص بالفن يعطي من قلبه، عرفت علي كيف؟ لانه عن جد هذا الشيء. بعدين ما بتحس ما بعرف انه صارت الناس اخر همه او زهقوا من هذا الموضوع او شيء جوني سيبا صراحه. فهيدي التراك اجمالا تعتبر من توب 10 انا نقول من تراكات اللي انا بحب اسمعها دايما واللي ما بتنشال من عندي، عرفت علي كيف؟ يعني مهما طال الزمن انا بحب اسمعها، لانه مش بس بتحكي عن وضع بتونس سابقا، الوضع بلبنان سابقا، الوضع باي بلد اجمال الدول العربية كلها يتميك الخرى، عرفت علي كيف؟ ف اي بلد كنت لما بتسمع هيدي التراك ايه مزبوط بلد هيك عم بيصير فيه من قبل ولا هلا، هلا صار اسوأ من قبل حتى يعني بيروح خرا بيجي اخرى، فهمت علي كيف؟ فبدلك انه في موضوع عم بينحكى بهيدي التراك، في سجلجلك بالموضوع، في ايمي لهيدي التراك. الملحدين قبي 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 البيت يا اخي البيت.
جي اخي كان فزع والله. تفكروا من تبعون جماعه هذوليك اللي بيلبس اسود وكذا، عرفت؟ ما بدي اقول هلا على اليوتيوب احسن ما يعطونا شيء شغله، عرفت علي كيف؟ حصلوا يا كبير. هذا الفيديو اللي لليوم رايق لذيذ، فيديو تراك حلوه لذيذه، دائما بسمع، دائما بحبها، دائما من التوب، مهما طلع شيء جديد بتبقى من التوب، عرفت علي كيف؟ ما بعرف اخي، انا من الناس بسمع الجديد ايه بس ما بشيخ الا على القديم صراحه، يعني القديم هو اللي بيعمل لي دماغ، هو اللي عن جد بيبسطني، يعني عرفت علي؟ هو اللي في معاني. بتحس الجديد ما بعرف يعني مش طالع من قلبهم يمكن، او مش الكل، اكيد دائما بقول مش الكل، يعني انا بحكي الاكثريه يمكن، عرفت؟ كتراكات مش كرابر نفسه، فهمت؟ فا ايه اكهاوي يا كبير، هذا كان فيديو اليوم. شوفي بعد تركيت هيك ذكروني يا كبير، ذكروني او شيء هيك شعبي، يعني بعد انا ما سمعته، بعد ما عرفت فيه، بعد يعني لنقول 90% من الشعب التونسي بحب يسمعه تراك، بحبوا يسمعوه شو هي، ماشي؟ وفي بعد فيديوهات غير الموسيقى، شيء عن اكل التونسي، وشيء عن الاعراس التونسيه، وشيء عن المناطق التونسيه، عم جهز لكم اياهم، كونوا هيك حلوين كمان على ذوقكم، عرفت علي كيف؟ واكهو يا كبير، حبكم برشا، انتبهوا على حالكم وليلتكم سعيدة. And let's go يا baby. That's when you know you should leave motherfucker. Fuck him John. Fuck all of them. كبرنا ما تبدلناش، شوفوا في عبيد تبدلت. تفرج دنيا كيش وليت، رجلة بالحبس تفدلك. اتيتود ما فماش، رابريت هيش من فضلت. بلاك ودي جانج. معنا خدر ما فماش، ايت سيجارو بليش من فضلك.